يعني تتبع أو اعتقاد البعض أن تغيير شخص الرئيس الأمريكي يغير من نموذج الإدارة الأمريكية هو يعني تصور خاطئ جدا، لأنه رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية يقومون بتنفيذ، هم قدراء تنفيذيين مؤقتين لمدة 4 سنوات أو 5 يعني وفق الفكرة الرئاسية، لكن هم لا يغيروا لا في سياسات الولايات المتحدة الأمريكية ولا في مشاريعها. وعادة عندما تبدل المشاريع يعني يلعب الشخص دورة بسيطة بالتكتيكات وآلية تقديم المقترح، لكن أنا باعتقادي لا يؤثر شخص الرئيس الأمريكي على الأداء في الملف السوري على الإطلاق.